على التنفيذ من أجل ثاني الأهداف لمصلحة فريق إنتر ميامي. حبيب لوطيان يستعد في كرة يريد من خلالها ميامي أن يقلص النتيجة، ويريد من خلالها حبيب لوطيان أن يبقى الفارق على ما هو أمام رفقاء ليونيل ميسي. من علامة الجزاء الأرجنتيني على التنفيذ أمام حبيب لوطيان في الدقيقة الثامنة أو في الدقيقة التاسعة. صاحب الرقم 10 هنا يسجل، هنا يسجل، نعم هدف الأول في البطولة، لاعب التاريخ الأول هو من يسجل.